عندما يعشق الضحية جلادة. تنطبق هذه العبارة اليوم على أسرى إسرائيليين وقعوا في يد حماس. مراقبة مشاهد تسليم الأسرى بين إسرائيل وكتائب القسام أظهرت حميمية العلاقة التي جمعت الأسرى الإسرائيليين وعناصر القسام، على عكس العلاقة التي جمعت جنود الجيش الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين. باي شكراً، جملة استرعت انتباه الملايين حول العالم. نظرة الأسيرة ابنة 21 عاماً كانت كافية لتسقط كل الأكاذيب والروايات التي حاولت إسرائيل تسويقها عن كتائب القسام، وذهب البعض إلى اعتبار أن هذه النظرة دلالة على وقوع الفتاة بحب سجانها. فما هي الحقيقة؟ هيدي البنت أكيد شكلت رابط إيجابي مع الشخص اللي محتجزة أو بمحل، لأنه كان عم بيعاملها بطريقة منيحة وبطريقة حسنة. نحن ما فينا بكينونتنا النفسية ما فينا نكون روابط إيجابية مطلقة مع الشخص ولا روابط سلبية مطلقة مع الشخص. فهيدي البنت كونت بمحل من المحلات رابط إيجابي، بالإضافة أكيد لأنه الشخص هو لما يكون محتجز أكيد بيكون عنده مشاعر سلبية، فهي كونت هذا الرابط الإيجابي وحست حالها أنه هي بمحل محمية وبمحل كان عم بيهتم فيها اهتمام هي ما توقعته، فكونت هذا الرابط معه، وبالتالي كانت عم بتعبر له يمكن عن امتنان، عن شكر أنه هو بمحل من المحلات ما أذاها، خليها تكون سيف، وعملت له هيدا ردة الفعل. هذه الواقعة ليست الوحيدة، حيث كتبت إحدى الأسيرات الإسرائيليات أيضاً رسالة وداع إلى عناصر المقاومة الذين رافقوها وابنتها طوال فترة الاحتجاز، وأعربت فيها عن شكرها لهم وأثنت فيها على حسن معاملتهم، وقالت: ليت لهذا العالم أن يقدر لنا أن نكون أصدقاء طيبين حقاً. أتمنى لكم جميعاً الصحة والعافية، الصحة والحب لكم ولأبناء عائلاتكم. شكراً كثيراً. دانيال وإميليا. كمان الرسالة اللي أرسلتها الأم للجنود بحماس كمان بتنطبق عليها نفس فكرة التعاطف والامتنان، لأنه شخص كان المفروض أنه يكون عم بيأذيها لأنه هي بحرب، لما ما أذيها ولما خليها سيف ولما اهتموا فيها اهتمام إنساني فحست بهذا الامتنان وحست بهذا الشكر وبعثت له هالرسالة. هذه العلاقة التي لم نرها في المقلب الآخر تسمى متلازمة ستوكهولم، وهي استجابة نفسية يبدأ فيها الرهينة أو المخطوف أو الضحية بالتعاطف مع خاطفيه وكذلك مع أجندتهم ومطالبهم. والاسم مشتق من حادثة وقعت عام 1973 بعد عملية سطو على بنك في ستوكهولم، حيث احتجز المجرمون عدداً من موظفي البنك كرهائن لمدة 6 أيام، ليصبح الرهائن متعلقين عاطفياً بالخاطفين رافضين مساعدة المسؤولين، بل وقاموا بالدفاع أيضاً عن الخاطفين بعد انتهاء الأزمة. نحن وقت اللي بنحكي عن ستوكهولم سيندروم بنحكي عن طابع إيجابي من قبل الشخص اللي عم بيعمل هالأسر، يعني لما الشخص يكون أسير مع أشخاص عم بيحترموا القوانين الدولية وعم بيكونوا عم بيعاملوا الأسير بطريقة إنسانية وبطريقة فيها احترام لكرامة الشخص وعم بيأمنوا له الاحتياجات الأساسية، فهذا الشيء بخلي إنه يخلق الأسير مع الشخص اللي أسره بوندينج معين إيجابي، فبصير في عنا نوع من الكونتراير من الأضداد، يعني عندي مشاعر إيجابية تجاه الشخص اللي أسرني وبنفس الوقت هذا الشخص أسر لي حريتي، فبالتالي عندي كمان مشاعر سلبية. وقت اللي بيجتمعوا هول الشعورين مع الشخص فممكن كتير يكونوا عم بيطوروا شيء بنسميه ستوكهولم سيندروم. في مقابل هذا المشهد لابد من الإضاءة على ما خرج به الأسرى الفلسطينيون من السجون الإسرائيلية، حيث بدت جليا أثار التعذيب الذي تعرضوا له ومدى سوء المعاملة التي حظوا بها. الأسرى الفلسطينية اللي بيطلع من إسرائيل منشوف أصلاً على وجهن الحزن، الأسى، منشوف المظلومية عليهم، على هيئتهم، الضعف الجسدي تاعهم، يعني هن منشوفهم بطريقة عم بيطلعوا في عندهم هزالة، يعني مش واصل لهم حقوقهم الإنسانية بالمرة، وهذا الشيء بيخلي يكون عم بتكون رابط سلبي إضافي مع الشخص اللي قاسره، يعني هو فوق ما أنه يعني عامل له كابتيفيتي لحرية، هو كمان مش عم بيعامله بطريقة إنسانية، مش عم بيحافظ له على كرامته، مش عم بيعطيه الأمور أو الخدمات الطبية والصحية والإنسانية اللازمة، فبالتالي هذا الشيء بيزيد الشعور بالمظلومية وبيزيد الشعور بالسلبية تجاه الشخص اللي محتجزه، وهذا الشيء بنشوفه كتير على الأسرى الفلسطينية لأنه إسرائيل ما بتلتزم بولا معيار من المعايير الإنسانية والدولية.
وفي الختام نسأل، هل سيؤثر الأسرى الإسرائيليون في الرأي العام الداخلي وبالتالي يؤسسون علاقة مختلفة مع الفلسطينيين؟ شاركونا تعليقاتكم.